السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انتم على قناة اندرويد ديزات للتطبيقات. اليوم جئتكم بدرس حول الفيسبوك، كيف تحمو حسابكم من الاختراق. الكثير يكون عنده هاتف يبيعه ولا يعمل عمل تبادل وينسى لو كونت تاع الفيسبوك ولا الماسنجر. بون دخلوا ولا الفيسبوك، الكثير ما يعرفش ضبط الاعدادات الفيسبوك، ويكون سهل الاختراق. ندخل إلى الإعدادات، ثم إعداد الحساب، ندخل أمان أي سيكوريتي، هنا يعطيك الأجهزة التي اتصلت بها أي حديثة أو قديمة، كما هنا على نوع جهاز عمارو لنوفو أويت سيكونت أي نشط. ولو أردت أن أحذف حسابي منه تضغط هنا ثم تسجل الخروج. تدخل كذلك الخصوصيات، عفوا أمان أولى، والشرط الأساسي يكمن هنا تلقي تنبيه بشأن تسجيل دخول غير معروف. تضع التشغيل سيصلك. تصلك الرسالة تنبه بأن شخصا دخل إلى حسابك في الرقم أو بريد الإلكتروني بشرط تضع التشغيل كما هو. أنا مشغل بالرقم، لو دخل أحد من جهاز آخر بكلمة سر فيسبوك سوف يصلك رسالة. ونرجو أنكم استفدتم من الدرس، وشكرا لكم، وأرجو أن تدعموني في قناتي وتشاركوا لكي يتم استمرار في تطبيقاتي أندرويد ديزا. والسلام عليكم.